بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الصادق بطاري رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للجمباز ونائب وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي نائب الرئيس بالاتحاد الافريقي ونائب رئيس بالاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المغاربي ورئيس شمال افريقيا للجمباز. اليوم تعرف المغرب ان الاستعدادات مكثفه من اجل تنظيم البطوله الافريقيه 18 المؤهله للالعاب الاولمبيه باريس 2024. هذا التطور اللي عرفت رقم قياسي من ناحيه الدول المشاركه اللي 13 دوله يتقدمها المغرب ومصر والجزائر وتونس. ايضا اكبر عدد المشاركين اللي هما 180 لاعب بالاضافه الى الاطقم الرياضيه فوصلنا تقريبا 450 حتى 600 نتاع المشاركين. ايضا عرفت هذه المشاركه بتدوز فوق ارضيه معترف بها من طرف الاتحاد الدولي وهي ارضيه اللي جاتنا من شركه ديال الطرش المعتمده من الاتحاد الدولي. جوج ديال الاطقم اللي يقدر الثمن ديالهم 6 مليون ديال الدرهم فاختيناهم بالمجان. فالجامعه يلاه جابت الديوانه والترونسبور ديالو والشحن باش جا المغرب. ايضا تحتضن هذا الشيء في قاعه في المحامي اللي تعتبر من احسن القاعات على الصعيد الافريقي. فالحمد لله كاين واحد المجهود كبير من طرف اللجنه المنظمه وعلى راسها المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه. فايضا جميع الترتيبات الانطلاقه يوم غد تم اتخاذها سواء مع السلطات المحليه او مع المجالس المنتخبه بالبطوله. فالحمد لله تم نطلب من الله باش تدوز هذه البطوله في اجواء جد رائعه وفي اجواء اللي ما يعرفوش فيها لا اصابات ولا والو. تدوز فيها الاجواء مرحه ان شاء الله. فالحمد لله الاخوان كلهم متجهين مبتهجين خصوصا بزيارتهم المنطقه ديال جامع الفنا وما تعرفوا من حركات جامع الفنا وايضا منطقه المناره والمرافق التاريخيه. فانا تنحس كي تنقولوا حنا جو سوي فيار بان هاد الناس هادو ولاو يكفي انك تذكر مدينه مراكش كلهم جاوا باش يشوفوا باش يشاركوا. فتنتمنى ان تدوز في احسن الظروف. تنشكر المنابر الاعلاميه وعلى راسهم كلامكم على التغطيه الشامله والمتابعه منذ التهيئ الى البطوله. كاين 11 دروكا الجزائر انسحبت برساله توصلنا بها سيقول فيها بان نعتذر على المشاركه لان الوزاره الوصيه اللي ترخص لهم. شكرا.